سخر أحد عناصر فرقة بلود هاوند كونغ الموسيقية الأمريكية من العلم الروسي بوضعه في سرواله خلال حفل في أوكرانيا. وقال عازف الفرقة للجمهور من على منصة الحفل بعدما أخرج العلم الروسي من مؤخرة سرواله ويلقيه على الجمهور: لا تقول شيئا لبوتين. وكان من المقرر أن تقوم فرقة الروك الأمريكية بجولة في روسيا، غير أن الأمر بات غير ذلك بسبب إهانة العلم الروسي من طرف الفرقة، حيث استقبلت بشكل سيء عند وصولها روسيا وفضلت الفرقة المغادرة. المتحدث باسم وزارة الداخلية الروسية يقول: إن الإجراءات القانونية قد اتخذت من طرف العدالة إزاء هذه الفرقة بتهمة إهانة علم الدولة. إن العقوبة القصوى في مثل هذه الأحداث قد تصل إلى السجن مدة سنة. وقال وزير الثقافة الروسي فلاديمير مينسكي على موقع تويتر الخاص به: لن يصعد أولئك الأغبياء على أي منصة. في حين ذهب مسؤولون روس آخرون إلى أبعد من ذلك مطالبين بملاحقة الفرقة أمام القضاء.